وللمتابعة ينضم إلينا هاتفيا مراسل التلفزيون المصري الزميل محمود جميل. محمود، صف لنا الأوضاع لديك حيث تتواجد في أبو سمبل. عمليات العبور بشكل عام من قبل المصريين الوافدين من السودان والجنسيات الأخرى عبر معبري أرقين وقسطول. نعم، نحن نتابع معكم جهود الدولة المصرية في تقديم كل خدماتها للوافدين السودانيين عبر معبري قسطول وارقين وايضا ميناء ابو سمبل النهري. التوافد الاكبر في هذه الفتره ياتي عن طريق معبر قسطول نظرا لقربه من القنصليه المصريه في وادي حلفه بمسافه تقترب من 15 كيلو مترا، فبالتالي هناك سهوله بعد الانتهاء من الاجراءات في وادي حلفه الذهاب مباشره الى معبر قسطول للتمتع بكل الخدمات الموجوده من قبل السلطات المصريه. كان اخر هذه الخدمات التي تقدم للوافدين ما اعلن عنه برنامج الأغذية العالمي في تقديم الخدمات النقدية للأسر السودانية القادمة عبر معبري قسطول وارقين من خلال بعض البطاقات الإلكترونية التي تقدم لهم، وهذه البطاقات أو هذه المساعدات النقدية لهدفين رئيسيين. الهدف الأول تغطية احتياجاتهم وأولوياتهم التي يحتاجون إليها، خاصة مع انتهاء كل يعني الأمتعة التي يمتلكونها خلال رحلتهم من الخرطوم إلى معبر قسطول وانتهائها خلال هذه الرحلة. الهدف الثاني تشجيع الاقتصاد المحلي وحركة البيع والشراء المحليين، وفي هذه النقطة تحديدا هناك تعاون كبير جدا بين يعني الباعة هنا في أو أصحاب المحال التجارية هنا في مدينة أبو سمبل وبين الأشقاء السودانيين في تقديم كل الخدمات المختلفة لهم، سواء في المطاعم أو المقاهي أو بعض المحال التجارية الأخرى التي تقدم خدماتها للسودانيين. يرحبون بهم ويسهلون عليهم كل هذه الخدمات ويقدمون لهم كل هذه الخدمات للسودانيين. ايضا بعض الخدمات الاخرى التي اكدت عليها جمعيه الهلال الاحمر وهو الدعم النفسي والاجتماعي المقدم للاطفال من خلال برنامج حمايه الطفل. هذا البرنامج يتمتع الاطفال بحقوقهم والتاكيد على المعايير الاساسيه في حمايه الطفل فيما يتعلق بالحقوق والكرامه وايضا الحمايه. هذه او هذا البرنامج برنامج الدعم النفسي للاطفال يقدم من خلال مساحات موجوده للاطفال لممارسه بعض الانشطه وبعض الهوايات كالرسم وغيره للتخفيف عن الاثار الناجمه من الاحداث في السودان والتخفيف على الاطفال واعاده الروح المعنويه له مره اخرى. هذه الانشطه تقدم من خلال خدمه الدعم النفسي في معبر قسطول. نعم، أشكرك جزيلا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا عبر الهاتف من أبو سمبل.